في برنامج الجدعان ريل استيت. النهاردة احنا واخدين منطقة تانية في الساحل الشمالي، حابين نستعرض النهاردة مع حضراتكم المشروعات الموجودة في المنطقة دي، سواء أسعارها، طريقة السداد، أماكنها. ماونتن فيو كل فترة بتبهرنا بفكرة جديدة، بحاجات جديدة بتقدمها للسوق المصري. سؤال نفسي أسأله لك من زمان، رابطين الانوفيشن أو الابتكار بالريل استيت إزاي؟ ماونتن فيو اتبنت 2005 على الانوفيشن، اتكلم في 18 سنة والانوفيشن ديبارتمنت موجود. ماونتن فيو مش بتبيع بيوت، ماونتن فيو بتبيع سعادة. كل دي ووركشوبس الأطفال أو الكبار كمان. احنا مش عايزين نرجع لورا، مفيش حد عمره عايز يرجع لورا، بس نروح لقدام بالكالتشر بتاعتنا. ده اغرب انترفيو انا اعمله عن الريل استيت. ما هو ده هو الريل استيت. في مريال بتطبخ انت المفروض السيرفي ده بقى بتعمله وبتيجي تقعد 6 شهور في اللايت هاوس تعمل اي هوبي انت بتحبها. اللي انا عرفته من حضرتك من الكوتش الموجودين اللي بتطلعي الريزلتس وتقولي كل واحد بقى محتاج ايه؟ انت عندك المينينج از هاي، اللي هو المينينج بنسميه البيربس او الهدف عالي عالي. كل هذا وأكثر مع غانم ومجدي وسراج في الجدعان ريل استيت الأحد من كل أسبوع في 7 مساء على القاهرة والناس 2. أهلا بكم في العاصمة.